لكن خلينا في البداية نشوف أهم وأبرز عناوين الحلقة. يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق الأول يختتم تدريباته استعدادا لسوني ديب، وسلبية مسحة رباعي الأهلي. أما في الترند العالمي، رونالدو يحطم أرقاما قياسية جديدة. أهم ماتشات اليوم النهارده، في ماتشين بس يعتبر هم المهمين جدا. المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي ما بين ساوثامبتون وليفربول، نجمنا المصري محمد صلاح أكيد هيكون متواجد في هذه المباراة، ومباراة أصبحت غاية في الأهمية تحديدا بعد دخول مانشستر يونايتد في المنافسة على لقب البريمير ليج. لسه بدري على البطولة، لكن في كل الأحوال مانشستر يونايتد بقت متساوية مع ليفربول في عدد النقاط 33 نقطة بعد فوزهم الأخير في مباراة في الدوري الإنجليزي ده بالنسبة لمانشستر يونايتد. على ما أتذكر كان ويلفرهامبتون، كسبوا ويلفرهامبتون تقريبا يعني. وكمان في الدوري الأسباني في مباراة أخرى ما بين فالنسيا وكاديش، دي هتكون الساعة 10، وبالمناسبة طبعا ساوثامبتون ليفربول كمان أيضا هتكون الساعة 10. دي أبرز مباريات اليوم، لكن كل التفاصيل اللي بتتعلق بالنادي الأهلي هتكون معانا في حلقة النهاردة، وبالتحديد في الفقرة الجاية، وهنتكلم في كل الأخبار اللي تتعلق باللاعبين وشفائهم، وهنخش في كل الكواليس كمان بخصوص استعدادات النادي الأهلي لمباراة بكرة إن شاء الله بعد الفاصل. استنونا.